الساعة تشير إلى العاشرة صباحا. حوالي 300 شاب يحملون السطورات البرتقالية يتجندون لحماية الحراك السلمي في تاسع جمعة. حمزة أحد المتطوعين منذ 22 فبراير يقدم النصائح والتعليمات للشباب المتطوع لتأطير المسيرة ومنع أي احتكاك مع قوات الأمن. يعني أن أن بيت كومان اللي هو الجزائر خا الجزائر وليفولوسيون والسلمية بيان سير السلمية السلمية باسكو السلمية هي من البلاد البلاد هي اللي جمعتنا خا طرح المصداقية هكذا خاوتي درنا اوسي لو ديسباتشينغ اون مي كالكو بوان دو سونسيبيليزاسيون هابطين دوكا في وسط المتظاهرين ننصحوهم نوعيو الناس نشوفوا زعما واحد يدير يشاغب يعني حنا نهضروا معاه نسيو نيكارتيو نسيو ما راناش احنا لي فورس دو لورد حنا ماشي شرطه ولا بصح يعني اون في دو نوتر ميو باش نلحقوا ميساج للمواطنين باللي رانا في سلميه وباللي الجزائر بلادنا وان شاء الله نافونسيو للقدام. ينتشرون بين المتظاهرين فمنهم من يعمل على تسهيل واسعاف المواطنين فيما يشكل حمزة رفقة بعض الشباب طوقاً بشرياً يفصل بين الحشود وعناصر الأمن. يعني صراحة والله ما حسبنا حنايا جاونا من كاع لي سيكتور واللي جا مرحبا به اوني بلوس دو 300 بيرسون بينيفول وما تبين حتى حاجة حنايا. بشعار السلمية يناظرون يرفعون روح التحدي لمنع محاولات اختراق سلمية الحراك وتجنب أي انزلاقات. قلنا لهم البلاد هذه بلادنا علاش راكم تكسروا؟ راكم تكسروا لنا في ديورنا، راكم تكسروا لنا في كرارتنا، راكم تسرقوا لنا في خاوتنا. بوركوا؟ علاش؟ وكاين يعني فتحوا لنا راسهم وصاحوا عندكم الحق وكذا، وكاين ناس واحد اخرين اللي جاوا باش يشاغبوا وخلينا من هنا. هذا لوبجيكتيف السلميه يا حبيبي، سلميه وتحيا الجزائر صاحبي. صان في بليزير لي جون هذوما ينظموا في الحاله راهم يديروا راهم داروا باريير بين لا بوليس والشاب والله سي تري تري بيان اورغانيزي الله يحفظهم ان شاء الله اون سويت اون بون ريوسيت. أشكر المنظمين على هذه الطريقة التي ينظمون المسيرات ليست هي الأولى في 9 جمعات هما ينظمون ولكن كاين خارجون عن القانون كاين الناس راه تخلص باش دير المشاكل هنايا دول رانا لحقنا ورانا نأدوا في الواجب ديالنا وان شاء الله تكون سلميه احنا بديناها سلميه وتخلص سلميه ونطلبوا من الشرطه باش يتعاونوا معنا ويخلوا لنا المجال باش نعبروا على واش كاين في قلبنا باسكو حنايا ماناش خالصين حنا جبتنا باسكو نحبوا بلادنا ما شاء الله ام شبيبه هنايا يعني ما شاء الله هم يخدموا في الليل والنهار يعني ماشي بارك الله فيهم وان شاء الله تنجح. مبادرة السطورات البرتقالية تعكس درجة وعي الشباب والأسلوب الحضاري الذي يناضل به من أجل حماية الوطن والمضي قدما دون هوادة نحو تأسيس وعي جزائري يواكب سلمية الحراك.